عليك. الله عليك، ابدعت وما قصرت. سمعنا هذه اللوحه الفنيه من ابداعات الفنان وضيفنا في هذه التغطيه الخاصه بمناسبه اليوم الوطني 90 للمملكه العربيه السعوديه، الفنان طارق المنهالي. حياك الله. يا مرحبا الساعة. مرحب. يبقى انطروني بس اعدل قاعدتي. خذ راحتك. اخوي طارق، في البدايه مناسبه عزيزه علينا على قلوبنا في دوله الامارات للمملكه العربيه السعوديه، شو تحب تقول في هذه المناسبه؟ الله يطول اعماركم. اولا من منبركم الجميل حاب انا اتشكركم طبعا وابو ظبي للاعلام على الاستضافه الجميله، وعسانا نكون ان شاء الله خفيفين ظل عليكم، ومن منبركم نقول ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين، وإلى كافة الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني 90، وكل عام وهم ونحن معا أبدا، وكل عام وهم في المجد والعلياء. آمين. آمين يا رب. من خلال هذه التغطية أخونا وفناننا الراقي طارق المنهالي، تواصلنا مع مختلف الضيوف وتكلمنا عن الجوانب مختلفة، سواء في الثقافة، في السياسة، في الاقتصاد، في التعليم. لما نيجي إلى الروابط الفنية، الروابط المرتبطة بالغناء، الأعمال، الفن والمسرح، نرى هناك طاقات شبابية اليوم صرنا نشهد لها ونتابعها ونحب نسمع لها. اليوم الفنان السعودي والفنان الإماراتي شهدنا أيضا كثير من التعاون بالأعمال الغنائية ما بين فنان إماراتي وسعودي. كيف تشوف هذا التعاون الفني في مجال الغناء ما بين الفنانين ما بين الإمارات والسعودية؟ والله كلامك كله منطقي وصاير من زمان، والتعاون الفني أنا أتكلم في مجال الموسيقى الإماراتي السعودي قديم جدا، وتربطه يعني تواريخ قديمة. طبعا الفنانين الإماراتيين غنوا للكثير من الشعراء السعوديين، وكذلك الفنانين السعوديين غنوا لشعراء إماراتيين كثير سابقا، من حياة الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه. والعلاقة وثيقة. طبعا أنا في هذا العيد الوطني يعني نزلت عملي مش واحد، هذا اللي غنيته توني، من يحب الوطن كلمات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود الله يحفظه ويطول عمره. وغنيت أيضا إحنا السعودية كلمات الدكتور عصام بخش، والحان أخوي الفنان فادي الساري، والأغنية الأولى كانت ألحان أخوي خالد الجوهر. فالتعاون هذا قديم ولازال مستمر، وفي الفترة الحالية صار أكثر وأكثر، معا أبدا أكيد ومعا أبدا بحول الله إن شاء الله. الفنان طارق، إذا بنتكلم شوية وبنتعمق في الفن، نحن في دولة الإمارات معروف أن نحن عندنا الفن الشعبي طبعا، ولكن صارت الإنتاجات الغنائية تأخذ من المحيط اللي حولها، صارت الاغاني تدخل في الخبيتي، تدخل في خلينا نقول الموسيقى السعوديه والموسيقى الخليجيه المتنوعه. برايك ما مدى اهميه ان الفنان الاماراتي انه ينوع ويغني مثل هذه الالوان؟ وايضا شفنا في السابق وما زال مستمر الى الان ان كثير من الفنانين السعوديين غنوا على الاغاني الشعبيه اللي هي النمط السائد عندنا في دوله الامارات. والله يا اخوي انا بالنسبه لي كدارس موسيقى الفنون الخليجيه جدا متقاربه، يعني نيت للطابع العام فيها جدا متقاربه، وفعلا كلامك صحيح. اللون الخبيتي لون محبوب في الخليج، لون راقص ولون ايضا يجي منه ثقيل في نفس الوقت، واللون الشعبي الاماراتي ايضا انتشر جدا قوي ويطلب بكثره. ولا ننسى ان نحن نقدم ارث وموروث، يعني كل بلد يعني اهلها يتنافسوا في ايصال موروثها للشعوب، وهذا اهم شيء. يعني ان نحن لو قدمنا الفن السعودي او السعودي قدم الفن الاماراتي، نحن اساسا مكملين لبعض في هالنقطة. وبالعكس لو تلاحظ جمالية المشهد لما تشوف فنان إماراتي يقدم لون سعودي ويجيده، وفي نفس الوقت فنان سعودي يقدم لون شعبي إماراتي ويجيده، أيضا هذه فيها قمة في المتعة والانسجام. صحيح. يعني تلاحظ فعلا تقارب الثقافة والمود. نعم، وكثير من العادات والتقاليد والقيم المشتركة ما بين المملكة وما بين دولة الإمارات. أمل نعود بالحديث معك عن الممثلات السعوديات اللي ما شاء الله عليهم صاروا مبدعات، والجميل فيهم أن على مخ اختلاف اللهجة
قد تكون في بعض المصطلحات وبعض الكلمات ما بين الإمارات والسعودية أو ما بين الأعمال الدرامية الخليجية، ولكن شفنا إتقانهم للهجات المحلية سواء للإمارات أو إذا خلينا نقول إذا العمل ارتبط بالكويت. كيف تقيمين هذا الأداء الطيب للممثلات السعوديات؟ طبعا احنا في الإمارات والسعودية اصفهان دائما في عنا شح ممثلات، خلينا نقول يعني الممثلات الإماراتيات والسعوديات اليوم ينعدون على أصابع الإيد الوحدة، وإحنا طبعا أكيد نحتاج إنه يكون في تنوع هائل وكبير مثل ما نشوف في باقي دول الخليج. لكن ننتقل اللغة أو اللهجة، إحنا اليوم صرنا في الدراما الخليجية نتكلم اللهجة البيضاء. نعم. فاللهجة البيضاء هذه تكون مبسطة علي، مبسطة عليك، مبسطة على المشاهدين، فهم إحنا كممثلين نتكلمها بكل أريحية عشان نقدر نوصل مشاعرنا وأيضا المشاهد يتلقي هذه الكلمات. فمثلا إحنا دائما في المسلسلات نحاول كثر ما نقدر نبتعد عن خلينا نقول الكلمات اللي شوي تكون صعبة ان الواحد يفهمها، لان انت في النهاية قاعدة توصلين فن، قاعدة توصلين رسالة، قاعدة تحلين قضايا مشاكل، فلازم كل اللي قاعدين يسمعونك يفهمون انت شو قاعدة تقولين. بس الاعمال التراثية، الاعمال يعني التراثية شوي مختلفة. ما هذه هي يعني الاعمال التراثية لازم بالتأكيد راح يكون فيها مصطلحات تراثية قد تكون نطقها ايضا مختلف من منطقة لمنطقة. انت لما تتقلين الاعمال التراثيه هني انت تحاولين توصلين الموروث الشعبي اللي موجود عندك في الدوله، فهم يستانسون عليك كممثله في الدراما العربيه الدراما الخليجيه، فلما يشوفون عندك عمل تراثي خلاص انت اوريدي في بالهم او هذه الممثله شفناها خلينا نشوف التراثي. فانت من خلال المسلسلات الشعبيه والمحليه توصلين هذه لهجه ثانيه، توصلين موروث المنتجين بعقاب لامل محمد حتى العقاب شوفي حتى انت مو راضي اصلا تعاقبيني. لا بس بقول انه تمثلين دور بنت ملك صيم او حائل، هي لانهم عندهم ختاميه الكلمات عندهم بحرف السين. ما تتخيل ايش كثر انا استمتع وانا اسمعهم هم يرمسون. جميل اللهجه صراحه. لكن احاول اني اقبض يعني الفتره الاخيره استويت ان افهم شوي ايش يقولون. ليش؟ لان افهم الجمله كلها، لكن لو تين تعطيني كلمه كلمه لا بضيع. الفنان طارق، خلنا بما ان يعني تكلمنا في هذا الموضوع ودي اتعمق اكثر في موضوع انه فعلا يعني تختلف الألوان الموسيقية في الدولة نفسها في المملكة العربية السعودية، هناك اختلاف كبير وتنوع ثقافي وفني ضخم، خلنا نقول موروث شعبي وتراثي وأنواع فنون مختلفة وكثيرة. يعني برأيك ايش كثر هو مهم أن الإنسان ينوع في الألوان اللي ينزلها من أغاني من ألبومات على أساس أن يوصل لأكبر شريحة من الناس؟ والله حقيقة أنا خدمني جدا دراستي في الأكاديمية أني أنا درست الفنون السعودية والخليجية بشكل عام. ما شاء الله. وربي لك الحمد يعني تمكنت بنسبة 85% من ألوان المملكة العربية السعودية في خلال فترة الأربع سنوات اللي عدن بواقع تحدي بيني وبين نفسي، يعني كانت أني أوكي أنا إماراتي أجيد الفن الشعبي ولكن لازم أتنوع أكثر، ولكن تعمقت في الموروث الخليجي. ما يعني الأغلب من الفنانين يقول لك لا أنا بغني مثلا في دولة ثانية أو خارج محيط الخليج، لا أنا تقصدت الخليج، الفن الفنون السعودية العرضة والخبيتي والخوزعاني والعتبة والكثير ودانة الحجاز والحجازي. نوعا ما أنا ما أقدر أقول أني ملم مثل أهل البلد طبعا أكيد، لكن الأهم من هذا كله أني أنا حاولت وأتمنى أني أصل، يعني أرجو أني أكون استطعت. وشو بتسمعنا؟ هذا اللي كنت بقوله. أنتم مستعينين مرة. زين نتبون عارف أن المشوار طويل من هنا. نسمعكم إحنا السعودية كلمات الدكتور عصام بخش وألحان أخوي فادي الساري، نسمعها وهو من اللون الخبيتي أيضا وبالعيد الوطني السعودي. يلا نسمع منها. أمل ما في مجال أنك تغنين أنا الفترة الجاية؟ أنا في العيد اللي طاف يا في العيد. العيد اللي طاف يا حصة وسعيد جبت العيد، بعد وياكم أي في العيد ما يشتوي، احنا خلونا محتفلين. لا نبغى الختام يكون ختام مسك. عندك فنانة أنا أغني. مهايب بخليه مع بصوتي، أكيد ما بخليه بصوتك. كم سوالفكم بعد الهواء نسمع الأغنية. يلا نسمع. أنا السعود اللي باهاك اليوم، أنا
احس عمري لجنه تحكيم. وين تقول اللي يغني ندوج؟ الله عليك الله عليك، تحيه لك الفنان طارق المنهالي. يستاهلون عيوننا. ونشهد ونشهد. هم عينين في راس. وشكر اكيد للفرقه الموسيقيه المبدعه المرافقه لك، يعطيهم الف عافيه على هذا الابداع. خبرنا عن هذا العمل. العمل طال عمرك هذا اسمه احنا السعوديه. كلمات الدكتور عصام بخش، اوجه له افضل تحيه. الحان اخوي الفنان فادي الساري، توزيع المايسترو الفذ محمد القحوم، ميكس ماستر علي رمضان، وغناء اخوكم. ونعم جميل. اذا بنتكلم عن الاعمال القادمه، هل راح يكون في تنوع بالنسبه لاعمالك بعيده عن الاعمال الوطنيه؟ والله في تحدي قادم بالنسبه لي انا جميل جدا مع معالي الدكتور علي بن تميم، نوجه له افضل تحيه، في عمل لتجربه لي للمره الاولى اني استخدم اللحن المحلي بالعربيه الفصحى، ويعلن عنه باذن الله قريبا، وشغالين عليه يعني على مشارف انه ينجز بحول الله وقدرته. وارجو انه يعني التجربة هذه فعلا جديدة بالنسبة للفن الإماراتي، تعتبر جديدة أنا بالنسبة لي. جميل. وباللون المحلي يعني الشعبي الإماراتي، أنك تسمع لغة عربية فصحى يعني أنا متوقع لنجاح. ما أدري، ما أبغي أتكهن في النجاحات كثير، ولكن أنا دائما متفائل. جميل. وعندي عمل أيضا أعمال وطنية في العيد الوطني إن شاء الله مع الشاعر عبد الله المهري، ومع معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة طبعا، أوجه له أفضل تحية. نعم. في كم من عمل بينزل، والأعمال كثيرة. أنا في الفترة القادمة الطرح بحول الله يعني مكثف. لكن بعيدا عن الأعمال الوطنية، هل راح يكون في أعمال بألوان أخرى؟ طيب إيه، في توجه أيضا للهجة المصرية، بس إلى الآن النص في حوار فيه. جميل. بما أنك قريت الموضوع هذا، أنا بسألك عن ستايل الميكروفون اللي اخترته وستايل النظارة، خبرنا عن اختيارك لهالستايل. هذا كثير السؤال أسأله صراحة. النظارة طبعا هذه نظارة قديمة، مش لي لأبوي الله يطول عمره، فأنا وارثها منه، فهي قديمة فأنا غالية عندي وعزيزة كثير، وكثير ما يطلب مني أغيرها وأرفض ذلك حبا في والدي. الله يحفظه. الله يطول عمره، وأدعو إن الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين. بالنسبة للمايك، هذا المايك أنا اشتغلته بإيدي، أنا من محبين الفن الأصيل، وتم صناعته بفترة طويلة 9 شهور من تجميع الماتيريال من أجل أحصل على مايك يكون مخصص للمسرح. يعني أنت اللي أنا ومجموعة من الناس. نعم. ما شاء الله عليك. أنت كيف عرفت المعلومة؟ ولا هذا السؤال من عندي؟ لا، هالسؤال كذي ارتجالي على فكرة، سبحان الله. بالصدق. لا، أنا أسأل دائما عن المايك هذا وأرفض أطلع إلا فيه حقيقة. عزيز علي جدا، عمره فوق 70 سنة المايك هذا بالأساس، الكبسولة اللي فوق هذه. نعم. أنا شريتها كانت غير لا تعمل يعني. ما تشتغل. سبحان الله. تميت استبدال المكنات وتست وتجارب يعني. جميل. كانت مغامرة لما وصلت للنتيجة أني أنا أستطيع أظهر فيه وبكل ثقة يعني. جميل لما الواحد يحب مجال شغفه فيه. وموهبته وحبه لموضوع معين، ومن ثم يبدع فيه ويتعمق فيه بشكل. والله عبالة وأنت الصادقة. يعني هي عبالة، لكن الواحد يستمتع لما يشوف نفسه بينكم وفي قناة فذة وضخمة مثل أبو ظبي للإعلام. الله يسعدك. وتظهر الله يوفقك إن شاء الله في كل أعمالك القادمة. طول عمرك. الفنانة أمل، برجع حبيت المقدمة. الفنانة أمل تفضل. مو متعودة. خلاص مستوعبها. على الهواء لازم يعني أتكلم. أوكي، أقول مذيعة أمل يعني الإعلامية أمل، زميلة أمل. أنا قاعدة ببيتي، إحنا ما اتفقنا ببيتي ولا بعد على عقاب. يأشر على العقاب على طول علي. زين يا أمل. نعم. أوكي بنكتبها. بكلمك عن الابداعات في المملكه العربيه السعوديه من ناحيه السوشيال ميديا. خلينا نتكلم موضوع يمكن ما طرحناه خلال هذه الحلقه، ولكن نعم. فعلا يعني اخواننا في المملكه العربيه السعوديه ابدعوا في كافه القنوات على السوشيال ميديا. بالضبط. سواء في سناب شات، انستغرام، يعني ما كان يوتيوب. ما كان شيء تقليدي مثلهم مثل غيرهم، لا بالعكس هم عملوا مدرسه وخط مختلف تماما. نعم. خبرينا عنهم وعن ابداعاتهم، وبرايك هل هذا راح يعني يأثر على المحيط اللي حولهم أنهم يتجهون لهذا الاتجاهات؟ قبل كل شيء بقول لكم شغلة سعيد، وهذا الشيء يمكن سعيد من أيوة أوكي لحظة نمسح أمل هني وخليه سعود. ترى في سعود وفي سعيد البعمري، أنا شو أسوي؟ بس أنا أقدم. الله يستر. لا أنت أقدم. أنا عرفت أن برامج تقفون وأقدم مع بعض. الله يستر. شو بتذكريني؟ سمعان بالقلم. وتحياتنا أكيد لزميلنا سعيد المعمري. وجه له أفضل تحية. بالضبط. سعيد وسعود كلنا واحد. أكيد. بالضبط. سعود إحنا ما نختلف، وهذا الشيء يمكن
كل اللي في السوشيال ميديا اللي موجودين في الخليج ككل، مو بس هنا عندنا في الامارات، سواء كانوا في اي مجال يتفقون، سواء كان فنان كمغني كممثل كشخص بلوجر فاشينيستا، كلهم بالنسبه لهم الجمهور رقم واحد السعوديه في الخليج. انا اتكلم في المملكه العربيه السعوديه، واعتقد هذا الشيء بعد يوافقني عليه اخوي طبعًا. لان هم النسبه الاكبر، هم الجمهور الاكبر أكيد. فلذلك ابداعاتهم ما شاء الله يعني وين وصلت، خلينا نقول وصلت الفضاء، وصلت السماء، في كل مجال يدخلونه يبدعون فيه. يعني اليوم اذا انا عندي اي شيء افكر اول شيء في الجمهور السعودي، لان هي النسبه الاكبر كمتابعين لي. فلذلك انا اليوم اعتبر ان الجمهور الاماراتي والسعودي واحد. انا اليوم لما تقول لك الجمهور الخليجي فدايرك يروح مخك للسعوديه، لان صدقهم من المنصات هذه خلقوا اشياء، يعني ابداعات الواحد ما يقدر يحصيها. في كل واحد عنده مجال، كل واحد فتح له خط معين خلى الناس الباقيه تتبع هذا المجال. اليوم انا اشوف الفلان، طبعا من غير ذكر اسماء عشان ما ننسى شخص ونرفع من شخص ونقلل مقام شخص، الشخص الفلاني فتح له منصه وفتح له شيء هو مبدع فيه، سواء كان مطعم، سواء كان فاشن، او لكن اسلوبه في طرح هذا الشيء خلى الناس تتبعه. فاليوم احنا بالنسبه لنا سوشيال ميديا يعني اقوى او اكبر منصه سوشيال ميديا في الخليج السعوديه، وهذا الشيء اعتقد ما حد يختلف عليه. يعني هل توافقون المقوله ان اللي يضمن جمهور السعودي يكون ضامن الجمهور الخليجي بشكل عام، او يضامن الانتشار والنجوميه؟ انا عن نفسي ابصم بالعشره، لان الشيء هذا انا شفته حتى في اكونتاتي المتابعه، رقم واحد الناس اللي قاعدين يتابعوني من المملكه العربيه السعوديه، سواء يعني في كذا برنامج مش برنامج واحد. فانا بالنسبه لي اقول هي نعم، لما اقول جمهوري يعني السعوديه. طبعا انا ما اقلل من شان دولتي الحبيبه وجمهورنا في الامارات او من اي شخص في الدول الخليجيه والعربيه، لكن هذا شيء واقع والواحد لازم يتكلم بالواقع. فالواقع جمهور خليجي يعني السعوديه. نعم، شو بالنسبه لك طارق؟ والله فعلا عن تجربه فنيه، انا الجمهور السعودي جمهور غير بسيط. يعني انا فنيا اتكلم، فعلا الطلب عندي جدا كبير. اذا بسوي مقارنه بين ما يقدم من الجمهور السعودي كتقديم اعمال، يعني حصيلته طبعا ترتفع الدفه كمشاهدات ومتابعين، كمشاهدات وحتى كشعراء. فعلا يقدرون الفن، يقدرونك انت كمبدع، تقدير يقدرون المقدمه بعد. المبادره في الفن عندهم يمكن فيها يعني كيمياء داخليه عندهم، يعني الشعراء على طول يتواصل. يعني انا الان متاكد وانا قاعد عندك الحين وانا طالع، اكيد اللي يتابعني في السعوديه اذا في شاعر ما يعرفني راح يتواصل معه، اباك تغني لي. يا سلام. مثلا في المبادرة اللي هي لا، أنا عجبني، يعني ما عند الحياة أنه يقول أنا معجب، أن أنا أثق بأن أنت عندك شيء تقدر توصله مثلا. والدعم دائما عندهم يكون ذاتي. على سبيل المثال يمكن ثقافة هي موجودة عندهم، ولكن هم هذا طبع فيهم أنا ارتقيته فعلا. والله حق يعني نقولها، ومش تقليلا مثل ما قلتي أمل بباقي الإخوان والمتابعين من كل الدول ولا حتى من الإمارات، ولكن الجميل في المشاهد السعودي او المتابع السعودي انه مش فقط يتابع ولكن يتفاعل، حتى يبدي رايه ويناقش. طيب احنا بهذا النقاش الطيب والشيق اكيد راح نستمر، ولكن مشاهدينا ومتابعينا نتوقف معاكم الى هذا التقرير اللي انا اعتبره عزيز على قلبي، لانه راح نستعرض احتفاليه للنجمة السعودية، وهي نجمة الشاشة في الوطن العربي الإعلامية لجين عمران. كيف احتفلت بهذه المناسبة الغالية؟ نتابع. مهاب في بداية طبعا أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومملكتنا وحبيبتنا وشعبنا السعودي وين ما كان، سواء كان داخل المملكة ولا خارج المملكة. أقول كل عام هم بخير وصحة وسلام وأمن وأمان يا رب. ويعني ظل هذه الظروف شوي صعب الاحتفال زي كل سنة، يعني كل سنة يوم العيد الوطني أو اليوم الوطني نكون عادة بسفارتنا بأبوظبي نحتفل،
يعني كان الاحتفال شيء رائع وكبير ومهيب، ولكن لأول مرة حيقتصر هذا الاحتفال على العائلة وفي المنزل وعدد قليل ومحدود، ولكن الفرحة بالقلب هي واحدة ما تغيرت. السعودية تمر في تطور كبير، تطور رائع، وإحنا كلنا فخورين وسعيدين جدا بهذا الشيء اللي قاعد يصير. فاللي زاد إنه صارت مجال أو فرص عملي أنا بالسعودية اليوم موجودة كثير، وبدعم كبير من 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 شخصيات جدا مهمة. هذا الشيء ما تتخيل أي قد كنت جالسة أستناه من سنين، إنه أحس إنه الدعم أكيد موجود من بلدي أولا. جميل في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في الإمارات أنك ما تحس أنك في غربة أو في مكان غريب. اليوم السعودية والإمارات بلد واحد. الاحتفالات أو مظاهر الاحتفالات راح تشوفها بكل مكان، بالشوارع، بالمولات، بين الناس، حتى الشعب الإماراتي يحتفل اليوم معنا، فما تحس أنه أنت جالس. وثاني شيء أكيد طبعا فرحة جميع الشعب السعودي بالعيد الوطني 90، والأهم كذلك اللي وصلت للمملكة العربية السعودية ومكانتها حول عين السعودية وعين الإمارات. يعني ما أقدر أقول والله أفضل السعودية ولا أفضل الإمارات، أكيد هذه ديرتي السعودية، ولكن نفس الشيء الإمارات أنا بالنسبة لي هم ديرتي. فدام عزكم يا رب ومعا للأبد، وفعلا إن شاء الله ما خاب ظن من قال إن عزنا عزكم وعزكم عزنا، والله يحفظ القلوب على بعض، وفي النهاية إحنا هدفنا واحد. فأتمنى السلام والمحبة والأمن والأمان للجميع. مهاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مهاب في الأنام. تحية لزميلتنا العزيزة والغالية ونجمتنا لجين عمران وأختها سيل عمران وأخوهم باسل عمران. حقيقة اشتقنا لهم من زمان ما شفناهم من بدت هذه الأزمة. عسى أنها إن شاء الله تعدي على خير وتزول الغمة. نحن مشاهدينا للأسف وصلنا لنهاية برنامجنا وتغطيتنا في هذه الاحتفالية من قلب الإمارات إلى قلب المملكة العربية السعودية. ولكن قبل الختام ودي أشكر ضيوفي المميزين، الفنانة أمل الفنانة أقول ولا الإعلامية أمل أوكي أمل محمد، نورتينا اليوم في بيتك الثاني، شكرا لوجودك معنا. الشكر طبعا موصول لكم، بالعكس أنا في بيتي الأول اليوم سعود، مو في بيتي الثاني. وطبعا مثل ما قلت في كل مناسبة موجودة في كل مكان أطلع لك، وهذه المناسبة غالية علينا لأن هي دولتنا، والله يديم الأمن والأمان على دولتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. آمين وأمنهم من أمننا، والله يعزهم ويعزنا يا رب. آمين يا رب. فنان وضيفنا طارق، كلمة أخيرة حاب توجهها بهذه المناسبة. الله يطول عمركم. أولا شكرا للاستضافة الطيبة، ونعيد مباركتنا وتهنئتنا طبعا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ونحن وهم عينين في رأس طبعا، وأكيد وعزهم عزنا وعزنا عزهم، والله يديمنا دائما معا أبدا حول الله. آمين. شكرا لكم جميعا. طبعا نحن بنختم هذه الحلقة بنسمع شيء منك، خلنا نسمع شيء ستايل سعودي، شو بتسمعنا؟ زين فالك طيب طماع، ابشر بالخير. كفو، اذا نحن بنختم الحلقه ان شاء الله كريم طال عمرك. كرم طال عمرك، بيض الله وجهك. سمعكم شيء حجازي، حاضر. بيض الله وجهك. ما تقصر الله يسلمك. حاضرين. شكرا لوجودكم، شكرا لابداعكم وعطائكم في هذه التغطيه. اكيد نحن في نهايه الحلقه نشكر فريق العمل ككل على دورهم ووقفتهم معنا. اسمهان شكرا لك. شكرا لك سعود، ونشكر كل من تابعنا خلال هذه التغطيه، وان شاء الله دوم افراح المملكه ودوم أفراح الإمارات ودوم هذه المحبة والترابط الأخوي ما بين الدولتين. شكرا لكل من تابعنا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات وتغطيات وبرامج قادمة. ومعا أبدا.